سيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد اسمحوا لي أن أرحب هذا المساء بضيفي سليمان الحافظ رئيس صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية معليك سعد مساك أولا وأهلا الله يمسيك بالخير أهلا اسمح لي قبل أن أبدأ الحوار أن أوضح سبب حلقة هذه الليلة هذه الحلقة راح نحكي فيها حقيقة بمحور رئيسي وهو ما حدث مع صندوق استثمار الضمان الاجتماعي في قضية بنك الإسكان وهي قضية أثارت الرأي العام الأردني فترة طويلة وبكل صراحة كان هناك حيرة حول تفاصيل ما جرى وكل ما دار حول هذه القضية اليوم سنكشف كافة التفاصيل المتعلقة بقضية أسهم بنك الإسكان بعد أن حصل الأردن على حكم يقضي بعدم صحة ادعاء الخصم معليك يسعد مساك صار خير يا سيدي وفي هذه القضية وانت وعدتنا على هذه الطاولة أن تكشف كافة تفاصيلها ومجريات الحادثة وراح ابدا من لحظه تبليغكم من قبل المدعي بوجود اتفاق يقضي ببيع اسهم بنك الاسكان وحصص ضمان اجتماعي في بنك الاسكان وتفاصيل هذا الاتفاق بدايه. اسعدتم مساء فريق رؤيا الذي اكن كل الاحترام والتقدير بكل مراتبهم ومواقعهم ووظائفهم كما احيي جمهور رؤيا الذي الاحظ انه يتسع يوما بعد يوم بدليل المصداقية التي تتبنى هذه المحطة الفتية شكرا وأنا مشكلتي مع محمد أنه ما بنساش أي كلمة بحكي له إياها في أي حلقة بظل مسجلها علي اتفاق سيدي اتفاق ماشي بس أنت حافظها عن غيب يعني طيب فبسرني استضافتي وبشرفني أني أنا يعني أجيب على الموضوع بكامل أبعاده آه لكن أنا بعرف أنه في الحلقات السابقة التي تعرضنا فيها إلى مثل هذه القضية لم يكن بالإمكان التحدث بشكل أوسع آه حتى لا أضر بمجريات القضية جميل إحنا استنينا لحد ما, ما, ما أخذنا الحكم نعم بعدم الصحة ولا أصبح الوقت مناسب أنه نعم. نحكي فيها في التفاصيل هذا هذا صحيح بداية أنا بحب أحكي في هذا الموضوع من حيث بدأت وهو موضوع الاتفاقية وتسلسل إجراءاتها من بدايتها إلى آخرها الاتفاقية المزعومة هذه هي عبارة عن ثمان صفحات على ورق يدعى دع... بس أنا من جهة الكاميرا لو سمحت تفضل شر شك طبعا عنوان الصندوق واسمه هذا سهل جدا من وين ما كان تجيبه وتكتب اللي بدك إياه عليه يعني اليوم وسائل التصوير ووسائل التزوير ما شاء الله يعني م. فيها تقدم كبير في هذا الأمر نعم مم. هاي ثمان صفحات الاتفاق نعم موقعة كل صفحة؟ بطبيعة الحال نعم موقعة على كل صفحة وبصفحتها الأخيرة أيضاً موقعة مش كله موقع بس تطلع أنت كيف التواقيع اسمح لي بس نستعرض آخر صفحة عشان بس قبل ما آه. أوكي طيب هاي آخر صفحة تفضل طالما حطيت آخر صفحة تصور انه في عليها شهود اتفاقيه زي هيك بين مؤسسه محترمه مثل الصندوق وغيره من الـ 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 الاطراف الاخرى هل في شهود على هيك اتفاقيه بيكون هل بيكون في اشارات بهذه الطريقه انه البائع بيوقع هنا والمشتري بيوقع هنا وعلى كل صفحه من هذه الصفحات على كل هذا شيء جيد حتى يكشف الحقائق لكن أهم ما جاء في هذه الاتفاقية المزورة والآن بق بقول إنها مزورة بمثل ما بقولوها ثم مليان لأنه قرار المحكم يقول ذلك شو بتحتوي هذه الاتفاقية؟ احتوت محددات حتى أنها تتحكم في سير إجراءات التحكيم التي كان مرسوما لها أن تسير وفق أهواء المدعي وليس عكسا لحقيقة مثل ايش هذه الدعوة اجت للصندوق في 13-11-2013 عن طريق البريد الالكتروني وهذه المرفقات تبعها هذه هي المرفقات والابندكسز كلها من اولها لاخرها التي تدعي صحة هذه, هذه الاتفاق. الاتفاقية الحقوها برساله اخرى ارسلت عن طريق الدي اتش ال -DHL في 18/11/2013 حتى يثبتوا انه نحن استلمناها ونحن ما عندنا مانع اي شيء بنيجي بنستلمه ونتاكد منه. هذه الاتفاقيه عدد المرفقات اللي موجوده فيها 20 مرفق. وال20 مرفق كلياتهم محطوطين من اجل تنظيم السيناريو. تبع التقاضي، تنظيم السيناريو تبع الاتفاقية لاقناع الراي العام فيها. هذه الاتفاقية ذكرت هذه الاتفاقية المزعومة وفيني من كلمة اظل اقول مزعومة توفيرا للوقت. لا خلاف. هذه الاتفاقية حددت انه اذا صار خلاف بين الفريقين لازم تروح انت على تطبق اجراءات محكمه لندن للتحكيم الدولي هي اول محدد المحدد الثاني انه اذا لم تتم عمليه البيع فهناك غرامه مقدارها 93 مليون دولار زائد الفوائد اذا لم تفي بمتطلبات هذه الاتفاقيه قديش عدد الاسهم عدد الاسهم اللي مذكوره هنا انها هي 38 و8 بالعشره يعني 38 مليون و800 الف سهم اوكي طيب شو تشكل هاي النسبة المئوية من أصل رأس مال بنك الإسكان بالمناسبة في خلط في من يقول قضية بنك الإسكان هي ليست قضية بنك الإسكان هي قضية أسهم المؤسسة في بنك الإسكان فأرجو أن نزيل هذا الخلط طيب. النسبة المئوية لمساهمة المؤسسه في الـ في في مؤسسه ضمان ولا صندوق استثمار؟ ما هو 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 الملك ملك لمؤسسه الضمان لكن الصندوق هو الذي يدير موجودات المؤسسه الاستثماريه. طيب البيع المزعوم هنا تصور مقسم انك تتنازل عن اسهمك على مرحلتين المرحله الاولى عن حوالي 14 مليون سهم ليش؟ لانه ال 14 و24 مليون سهم في 9.5% من راس المال. حسب تعليمات وأنظمة البنك المركزي أي مساهمة بدها تنتقل من جهة إلى أخرى تتجاوز العشرة في المية في أسهم البنوك في أسهم بنوك تتجاوز عشرة بالمية يجب أخذ موافقة البنك المركزي المسبقة فحتى يهربوا من هذا الطوق عملوها على مرحلتين المرحلة الأولى بياخذوا 24 مليون سهم تسعة والثانيه والثاني حوالي 15 مليون سهم ستة هي تقريبا صار عشر ونص كويس الان حكينا عن انه محكمة لندن الاجراءات المطبقة فيها بالتقاضي هي اللي لازم تطبق بين المتخاصمين ممتاز هذا اول قيد او اول محدد المحدد الثاني شو هو قالوا انه مكان التحكيم زرخ المحدد اللي بعده ايش هو الهيئه الحاكمه شو مكوناتها واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا خمسه قالوا فقط محكم محكم واحد فقط مين بعين المحكم محكمه لندن لكن تتشاور مع الفريقين طب شو القانون الحاكم قانون الاردني القانون البريطاني القانون اي قانون قالوا كمان هذا القانون السويسري هذه محددات لابد من انها تتم عندما قدمت هذه الى محكمه لندن محكمه لندن بعثتها النا وقالت يا عمي في عليكم قضيه هيك 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 هيك, هيك شو ردوا علينا ماشي متى بعتت لكم اياها هذا الكلام؟ جانا في 18 11 مثل ما 18 11 اه شوية. الان نحن فورا عينا محامين اردنيين وهم من خيره المحامين وأنا أفتخر إني أذكرهم خلال الأثير أيضا وهو الأستاذ رجائي الدجاني والأستاذ الدكتور أنيس القاسم وأفتخر بالتعاون معهم في هذا المجال لأنهم دافعوا عن القضية مش دفاع محامي عادي بمقدار ما هي مدافعة عن وطن بطبيعه الحال انا راسا وضعت السلطات المختصه بالصوره والان الكل بيعرف انه الولايه العامه للحكومه قضيه زي هيك بتمس اموال الشعب الاردني ما يكونش عندها علم هذا لا تجاوز لا يجوز ولن نسكت عنه فبلغنا مباشره واعطينا منتهى الصلاحيات في معالجه هذا الموضوع بشكل سريع الان فيما يتعلق في بعض احكام محكمه لندن للتحكيم الدولي تنص الماده 30 من قانون هذه المحكمه انه يحظر على المتخاصمين اثناء فتره التحكيم البوح او نشر اي معلومات تقدم الى المحكم او تنشر بدون علمه وبدون موافقته ولا يجوز نهائيا نشر هذا الكلام خارج اروقة التحكيم طيب. هذه مفروض على المتخاصمين كلهم م. الان آه. ايش هي بس عشان تطلعنا عليها؟ احنا نعرف الملفات كثير اه اه, آه. والله منيح اللي قلت لي هذه يا سيدي عباره عن خلاصه عن القضيه وردت في 19 صفحه هاي 66 نقطه اللي اذا بدي اتعرض لكل نقطه من هذه النقاط بجوز اقعد انا وياك لبكره الصبح هون طيب ما عندكش وقت الا ساعه فانا بدي اختصر وآخذ بعض الموضوعات الهامة التي تلقي الضوء تماما على مجريات هذه الأمور. أوكي؟ تفضل. عندما شفنا إنه ما في إلا محكم واحد، نحن اعترضنا. وقلنا بدنا نحن يكونوا ثلاثة. الخصم رفض أن يكونوا ثلاثة، لأنه هو مرستق الأمور على أساس إنه على واحد يعني وينتهي الأمر. رفض. وطلبنا رفض. طبعا اللي بيقرر القبول والرفض وكذا الى اخره هو المحكمه جميل لكنها بدها تستشير الطرفين انهم يوافقوا م. على هذا الكلام كل شيء بده يصير بموافقه الطرفين في هذه القضيه آه بالاجراءات في الاجراءات أوكي. في الاجراءات آه. اللي آه. لها مرجعيه اللي هي محكمه لندن كويس الان آه. آه احنا بدانا بتحضير درسنا في الداخل وبدانا نظهر بشغلات موثقه انه كيف يتخذ القرار الاستثماري فيما يتعلق بالصندوق اولا، واثنين ما هي المنظومه القانونيه التي تحكم تحويل اسهم بهذه بهذا الحجم وبهذه القيمه حسب القوانين الاردنيه. الجهتين الرئيسيتين في هذا الموضوع البنك المركزي اولا الذي يجب ان تؤخذ موافقته على بيع مثل هذه الصفقه والجهه الثانيه ايضا هيئه الاوراق الماليه اللي ايضا لها اجراءاتها ولها قوانينها اللي طيب. بدها تتخذ في هذا الموضوع فوجدنا انه هذا الامر يعني آآ تم تجاوزه تماما ولا ينطبق على ما ورد هنا بالاتفاقيه وكان همنا الاول في هذا الموضوع انه المحامي السويسري المح المحامي الاردنيين مستوعبين هذا الموضوع 100% المحامين السويسريين بيجهلوا قوانيننا الاردنيه فاطلعناهم على قوانيننا الاردنيه واطلعناهم على الاجراءات لاتخاذ القرار الاستثماري في داخل الصندوق وبحب اقول لك من الان انه اثنوا عليها تماما سواء اجراءات البنك المركزي او اجراءات هيئه الاوراق الماليه او اجراءاتنا نحن كصندوق في الداخل عندما نتخذ القرار الاستثماري. كويس؟ طيب الان كان التركيز على ان هذه الاتفاقيه هل توقيع الرئيس الاسبق للصندوق هل هو توقيع صحيح ولا غير صحيح نحن في داخل الصندوق فتشنا على اي ورقه او على اي اثبات او اي وثيقه تؤيد ما ورد في هذه الاتفاقيه المزعومه مش قادر افصل بين الاتفاقيه والمزعومه فلذلك طيب. أعفيتني منها رديت انا كررتها مش خلاف اوكي م. لم نجد وثيقه واحده من الوثائق اللي قدموها انها صادره عن اداره الصندوق نهائيا لا اتفاقيه ولا ملحق من كل الملاحق اللي اللي اللي, اللي وارده فيها نحن ايضا هون خفنا انه يكون في مش خوفنا بدنا نتاكد ايضا وندعم هذا الموقف من انه طلبنا فحص السيرفرات اللي موجوده عنا الكمبيوترات اللي موجوده عنا طالع شيء من عنا من هون قد تكون ورقه مثل ما كانت بعض الصحف تكتب انه والله اعدمت الاتفاقيه اعدمت الاوراق طيب اللي موجود في الريسيفرات كيف بدها تعدم هذه مهم جهه حياديه فحصت هذه الاجهزه وجدتها نظيفه ما فيها اي شيء بيمت الى الاوراق التي يدعى انها صدرت عن الصندوق في ذلك الحين الان يا سيدي صار الحكي انه خلينا نتاكد نحن من التوقيع التوقيع نحن تاكدنا من 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 عدم صحه هذا التوقيع اولا داخليا لكن انت ما عندما تذهب الى يعني معلش انا داخليا داخل الصندوق يعني؟ لا داخل المملكه داخل المملكه لانه نحن مش مختصين في هذا الموضوع، أوكي. في جهات تستطيع انها تطلع بطرق علميه وتكنولوجيا متقدمه جدا في هذا الموضوع ونحن نفتخر فيها ونعتز. المحكم المحكم حتى يحافظ على حياديته قال انا بدي اعين خبراء من اجل فحص هذه التواقيع. اوكي. فاتني احكي لك انه نحن لثقتنا بقضيتنا عرضنا انه نحن ندفع مليون مليونين ثلاث ملايين دولار تامين بشكل كفاله اذا ما سقطت قضيتنا حتى الخصم يغطي نفقاته اللي انفقها في سبيل اقامه هذه القضيه والعكس صحيح. وطلبنا نحن أن يقوم بدفع مثل هذه المبالغ برضو بشكل كفالي حتى إذا خسر نستطيع أن نحصل نحن هذه النفقات لكن بمزيد الأسف لم يستطع أن يقدم أي كفالة أكثر من 300 ألف جنيه استرليني مع طلوع الروح حصلتوهم؟ نعم نتيجة لكسبنا القضية لاحقا يعني من طيب. من فترة بسيطة يعني حصلناه لم يستطعوا أن يقدموا مثل هذه الكفالة التي طلبت منهم وهذا أخر موضوع التقاضي حوالي شهرين طبعا في الشهرين هذه على أساس أنهم هم يحاولوا يفكروا أنه نحن نخضع لابتزازهم ونقول لهم يا جماعة تعالوا خلينا ننهي هذا الموضوع هذا ما حصل ولا رح يحصل أنه اصلا صار تو انه يعني يحصل ما فيش يحصل اصلا في هذا الموضوع اسمح لي هنا اتفضل سيدي اجوا عندك كان عندكم واسطات في هذا الموضوع في هاي اللحظه في التسويه صار في من المدعي طلب تسويه في هذا التوقيت اللي بنحكي عنه في الشهرين هذول لا م. صار بعدها بعدها امتى عندما عرف صلابه الموقف تبعنا المؤيد بوثائق ومؤيد بدلائل ومؤيد بانه التوقيع مش صحيح. ادرك هو انه بدوش يكمل الشوط فصار في تدخلات غير مباشره من قبله. ورفضناها رفضا نهائيا. وقلت لهم انا لو بيجي امامي ورقه منه من انه احنا متنازلين عن كل شيء و إلى اخره بس وقع معانا ما بوقع. ولو قال التعويض بدي إياه دينار ما فيش دينار لأن الموضوع موضوع مبدأ نحن متهمون الصندوق أنه في, في سبيل الناس يعتدي عليه يصير بيننا وبينه مهادنة هذا لا يجوز اسمح لي رح اقاطعك لانه انا عندي توقيت فاصل رح اطلع بالفاصل وارجع وانا تفضل بدي ارجع ايضا لقضيه التوقيع مره ثانيه كيف تاكدتوا ان التوقيع داخليا فهمنا لكن المحكم طلب ايضا نعم. دقه توقيع الرئيس الاسبق للصندوق نعم ايش صار في هذا الموضوع وشو صار تفاصيل تزوير التوقيع نعم وهناك ايضا عديد الامور كان في حديث عنها في وسائل الاعلام حول هذا التوقيع تحديدا متى وقع اين وقع وكيف وقع اوكي كل ذلك واكثر سنستمر في الحوار فيه بعد فاصل قصير وقبل الفاصل اذكر فقط بسؤال شارك ليلى عبر تطبيق رؤيا سؤال يقول كيف تقيم اداء صندوق استثمار الضمان الاجتماعي جيد متوسط ضعيف بعد الفاصل نواصل بقوانا أهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا وضيفنا الكريم وأذكر مرة أخرى بسؤال شارك ليلى عبر تطبيق رؤية وسؤال يقول كيف تقيم أداء صندوق استثمار الضمان الاجتماعي جيد متوسط ضعيف والحديث حول قضية بنك الإسكان تفضل أو قضية صندوق الاستثمار بنك الإسكان تفضل أوكي أه ممكن توقفنا عن موضوع التوقيع, التوقيع. قلنا المحكم طلب آه الان آه قبل ما يطلب المحكم ايضا خطينا آه خطوه آه اخرى انه نحن عيننا خبير اجنبي سويسري لفحص هذه الـ 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 النماذج التواقيع وجاء رايه الفني انه غير مطابق الان المحكم قرر تعيين خبير من قبلنا وخبير من قبلهم هم، هو اللي عينهم على اساس يتاكدوا من صحه التوقيع او اثباته. فتعينوا هذا الكلام كان يا سيدي في تاريخ 14/7/2014. اوكي، اوكي. فجاء المحكم وقرر تعيين دكتوره في احدى الجامعات هذا خبير مقترح هي خبير مقترح من قبل الخصم. يعني الخصم قال انا بدي احط فلانه قدمها للخبير للمحكم المحكم قال له بدي استشير انا الطرف الثاني اللي هو نحن استشارنا سالنا عنها وعن سجلها قلنا له اوكي ما عندنا مانع وبنفس الوقت نحن عينا شخص اخر من احدى الجامعات المتخصصه في مثل هيك الامور وعنا نحن والطرف الاخر برضه قبله والمحكم قبله. الآن قبل ما تيجي النتائج تبع الاكتتاب أثار الخصم شغلة جديدة في تاريخ عشرين عشرة الفين قام بتقديم طلب للمحكم بإضافة بيانات مزعومة جديدة للقضية لكن متى عمل ذلك عندما شاف أن الأمور قد لا تكون في صالحه طيب وهذه خليني أقول الرسالة الالكترونية زعم أن هذه عبارة عن إيميل بعتوه موظفي الصندوق للجهات المختلفة لمجلس النواب لمجلس الاعيان لرئيس الوزراء لمحكمه لوزاره العدل لكل الدوائر المعنيه في هذا الموضوع في 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 المملكه شو بيقول هذا ال... ال... الايميل الايميل يقول ما يلي حتى ياكدوا على صحة دعواهم والله أوراقي آه، كثيرة يا أبو بسيطة هذا جاي من اس اس اي اف اللي هو سوشيال سيكيورتي انفستمنت فند كانه من عنا داش هيلب الحقونا الامور آه. ضايعه شو بيقول؟ بيقول يا سيدي نكتب لكم نحن مجموعة من موظفي الضمان الاجتماعي مرة اخرى بأن الفساد بمؤسستنا لا يطاق. وأن الادارة الحالية أحالت ثلاث موظفين للتحقيق للجهات الأمنية بتهمة تسريب معلومات تهم الأمن القومي. وها نحن نثبت لكم أنه تم اعتقالهم ليس ل... أن من تم اعتقالهم ليس لهم علاقة بالمعلومات التي ترسل. ويعتقدون بأن تفتيش ومصادرة الكمبيوترات وهواتفنا ستكون رادع امام كلمه الحق وسنفضح بالايام الاتيه الرشاوي التي دفعت وجميع المتورطين بهذه الكارثه. ونحن نتعهد امامكم بفضحهم حتى يس يسلموا للعداله. ورسالتي لسليمان الحافظ فنحن نتحدى سليمان الحافظ ان ينكر التحويلات التي دفعت لفريق الدفاع والخبراء في الجلسه السريه الى اخره، هذا احد هذا قبله كانوا بعتين ايضا شغله تتعلق في بس آه هاي هاي معلش اللي ذكرتها هاي لمين راحت؟ هذه راحت جهات, جهات هياتها إشي له اول ما له اخر بيجي 20 جهه في داخل البلد واتهموكم فيها انكم دفعت للخبراء؟ اه هذه جايك لها لاحقا اصبر علي شوي بس اصبر علي شوي في شغله اخرى بدك اساعدك ابو خالد في لا لا دقيقه انا بدي آه. اورجيك هذه الشغله هلا في 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 هذه المسج اللي حكينا عنها وادعوا انه اه نحن في الصندوق اه في معاملات اتلفناها ومعاملات احرقناها ومعاملات اه ضيعناها على اساس انه يثبتوا الاتهام النا وهذا الكلام نحن ما سكتنا عنه كشفنا هذا الحكي كالتالي هذه نقطه مهمه ترى اسمعني مليح يكلف شخص ما بالذهاب الى احد الكوفي شوبات في عمان وبيقولوا له خذ هذا الكمبيوتر تقعد هناك وبتاخذ كلمه السر وبتفتح الكمبيوتر وما إلك علاقه في اي شيء اخر واحدهم كان يجلس في احد الفنادق في عمان، اجى من الخارج. واصبح وربط كمبيوتر الشخص المكلف في ذلك المقهى مع جهازه واخذ من جهازه يرسل هذا الايميل الى الجهات المختصه انه الاتفاقيه صحيحه، والاتفاقيه مضبوطه وانه هذه المعلومات هي من داخل الصندوق ومن موظفي الصندوق. استطعنا انه نتعرف على هذا الشخص واستطعنا نعرف المكان اللي استغله في داخل عمان وربط الكمبيوتر تبعه مع الكمبيوتر الاخر اللي موجود في احد الفنادق في عمان لواحد اجل ليلة واحدة مين اللي قدرنا قصدك الاجهزة المعنية يعني اجهزة امنية نعم آه. نشكرها انا عندي اجهزة ولا بدي استاجر اجهزة من برا كويس كيف لعد في امن وامان في البلد ما لم يكن هذا الامور كلها جميل. ممكن. هيا مبين هيا موجود هي تفضل شوف في مشكله في عرضها هاي الصور وانا بخبي بخبي وجهه اذا خبي وجهه خبي, خبي وجهه هي. وتفضل هاي واحده ثانيه وتفضل هاي واحده ثالثه وتفضل هاي واحده رابعه وهي واحده خامسه هاي. هاي صوره اخرى كمان وهي سادسه وهي سابعه هاي صور كلها تثبت الشخص معرف بالنسبة لك هذا معني أبو خالد؟ عرف لديكم يعني؟ نعم تم إلقاء القبض عليه؟ نعم أردن الجنسية؟ بكل صراحة معلش أنا راح أضطر بس إنه الزملاء يبعدوا الصور شوي حتى هذه مجموعة الصور اللي على كل أردن تمر. الجنسية وفي ناس كمان من جنسيات أخرى تعاونوا معه هات ناولني ناولني جاي من ناولك مش هاخذهم <applause> هذول الصور أثبتوا مكان وجوده؟ مكان وجوده بأي ساعة مم. ووين كان وشو الطلبات اللي كان يطلبها من المقهى أجهزة أمنية نرفع لها الراية طيب الآن في سبيل المماطلة وسبيل تشويش الرأي العام الأردني طلع هذا الكلام وهذا الايميل نشرته بعض المواقع وبلشت المواقع وبعض الصحف يتهموننا باننا مقصرون اننا نخفي معلومات عن الشعب الاردني انه نحن بدنا نلفلف القضيه بشكل او باخر لكن ما كنت في ذلك الوقت استطيع ان ابوح بما بحت به الان. هذا ملف كامل عما ذكرته بعض المواقع الالكترونيه ضدنا. هيو. هيو. كامل هذا وبضطر اني اقرا لك شيء منهم. بدك تسمح لي انه يعني افش طيب آه طيب شويه يعني حتى نبين حقيقة الأمور يا سيدي أه... شوف بعض ما قيل عنه ملف الضمان إعدام إعدام ميت من محاسن الصدف او مساوئها ان ملف حرير الاتفاقيه هذه سموها اتفاقيه الحرير هيك اسمها كما ظهر الاسم في مراسلات الضمان الاجتماعي الداخليه بقي في مكتب فلان الفلاني ورغم صدور اوامر باعدام الملف الا انه عاد الى الحياه في اروقه مجلس النواب ملف مزور سلم لزملائنا النواب وحق النواب انهم يسالوا تعال ايش هذا؟ شو اللي موجود؟ حقهم ومنه الى الاعلام ويذكرنا هذا الملف المعدوم بصراع المخابرات المصريه مع الاسرائيليه في فيلم اعدام ميت. في هون عبارات تقول ان الضمان الاجتماعي سيكون خاسرا سلفا صاروا حاكمين انه نحن خسرانين. وهذه في مواقع بمزيد الاسف وجرائد اردنيه. وستضاف إلى فاتورة الشرط الجزائي الذي تجاوز 120 مليون دولار مع الفائدة على قيمته وأتعاب المحامين قد تصل إلى 5 مليون هون يقال آن الأوان لاستئصال جذور هذا التخبط والفساد الذي يصاحبه لأن الرهان على بقاء الأمور على ما هي عليه خاسر بدي أقرأ كمان عبارة أو عبارتين أنا هون دعيت الحافظ يدعو وسائل الإعلام للتعامل بمسؤولية مع قضية أسهم الضمان في بنك الإسكان وبقول يا أخوان إذا ممكن التعامل بمسؤولية مع قضية أسهمنا في بنك الإسكان وقال أنه نحن بنقدر وسائل الإعلام بهذه القضية لكنها لاحظت ابتعاد بعض الكتابات عن الواقع عما مش قادرين نحكي حسب أحكام المادة 30 أضف إلى ذلك كان هناك من يدفعكم للبوح بالأسرار حتى نعم. يأثر على القضية نعم هذا كله آياته بشكل عنا ضغط نفسي وضغط معنوي علينا على أساس أن نفصح لكن كنا صابرين ان لا نفصح على قضيه قعدنا فيها 24 شهر لانه الافصاح سوف يعطي خارطه طريق للخصم كيف نحن نعالج هذا الموضوع وهذا صبرنا عليه وكظمنا الغيظ هو لما يقال صمت مريب صمت مريب على إدارة صندوق استثمار أموال الضمان إدراك هذه الأبعاد فهي مسؤولة أمام أصحاب الأموال التي تديرها وهم الأردنيون على اختلاف مسؤولياتهم أوكي؟ وعليهم توضيح كثير من الإشاعات التي اتسع الحديث عنها بعد شو بقولون الكلام كثير حول من وقع ومن لم يوقع على الصفقة المزعومة وما يتم تداوله يضر بمركز الصندوق في أذهان الناس ويعظم مخاوفهم لا أحد يريد إيقاع ضرر بأموال الضمان الجهات المسؤولة ليست أكثر حرصا على صوم هذه أصحابها فقليلا من التواصل حف أنه يحكوا تنفسوا لانه شيء زي هيك مدفوع الاجر كان شغله اخرى بدي اسكر على مين اللي جاي للحكي أه كنا بنقول يا عمي انه لازم نحافظ على سريه جميع قرارات التحكيم كويس أه. شو بعدين بعلق في الاخير هون الكاتب بدي اقرا حرفيا هسع محكمه لندن تمنع افشاء المعلومات وتقضي بان تتعهد الاطراف بالمحافظه على سريه قرارات التحكيم يعني لو اكلنا الخازوق لن نسمع به ولن نراه بالعين المجرده ولن نحتاج لتبادل الاتهامات ولن نقلق هيئه مكافحه الفساد ولن نحتاج لاي نوع من المسكنات ولن نشعر على الاطلاق طالما وصلت الخوازيق الى هذا التطور الهائل من التقدم والازدهار اعتقد انه تخوزقنا سلفا نحن نصدر الاحكام وبديش اكمل لك طيب تسمح لي بس بدأ شو هذه الموضوعات مش دفاعا عن, عن عن زملائنا الاعلاميين والصحفيين والكتاب لكن في ذلك الوقت وفي في, في تلك اللحظات كان الاعلام متعطش لمعرفه ما الذي يحدث وكان هناك قلق اعلامي في هاي اموال بنحكي عن بنحكي عن 120 مليون مش قلال فاعذر القلق مية 120 هو 93 زائد فوائد يعني طيب زائد الفوائد بوصلوا هذا الرقم كان هكذا كان الحديث ممكن ممكن وكان طرف يسرب معلومات وانتم كنتم متحفظون نعم وهذا كان قلق اعلامي، انت غير تحقيق لكن الاعلام كان يريد ان يحصل على اكبر قدر ممكن من المعلومات نعم عن هذا الموضوع حتى يطمئن نعم الشارع وحتى يرتاح الشارع وانا ممكن ادافع عن بعض الزملاء اللي انا ما اتهمت حدا انا بس 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 شغلات عموميه طيب انا بس اعطيت توضيح في هذا الموضوع بس للتوضيح انا بدي اعطيك شغله، الكلام اللي بحكي لك اياه الان مع الصور هذه بدك ابرزها في وقت ما انا قاعد بتحفظ عليها وبدي اقدمها الى القضاء؟ اكشف حالي لا أقدم القضاء؟ حتى اخسر القضيه ارضيك فهم هذا الكلام وانتم طلعتوا من نشر القضيه ما اختلفناش كان المقصود فيها ان افرغ كل ما لدي وكل الخطط اللي انا عاملها انا والمحامين وزملائي في مجلس الاستثمار ومن كان معي في هذه القضيه حتى افصح عنها واعطيها سلاح للخصم بتكونوا مبسوطين وقتها لكن عندما ذكرتم عندما اصدرتم قارب من النشر التزم الجميع بعدم النشر لا ما حداش التزم نهائيا في تعليق انه ليش سليمان الحافظ بيقول انه نلتزم المسؤوليه بالعكس هاجموني انا ما كملت الحكي طيب انا دخلت موعد الفاصل الثاني بس بدي لو سمحت توضحنا قضيه التوقيع عشان نخلص من موضوع التوقيع وننتقل لاحقا ما حدث في التوقيع اوكي التوقيع بعدين بدي اجيك كمان لرساله اخرى ارسلوها وفيها شغلات بيقولوا انه نحن رشينا الخبره طيب هذا إذا خلينا نحكي فيها بعد الفاصل. بعد. الفاصل ما يكون كثير. لا ما. فيش وقت. <applause> ثلاث دقائق. <applause> بعد فاصل قصير سنواصل حوارنا وضيفنا الكريم معنا <applause> أهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا وضيفنا الكريم ومعالي أبو خالد. نعم. معلش عشان قضيه توقيع ننتهي منها و حدث تفصيلا في قضيه التوقيع انت كرم اوكي م موضوع التوقيع مثل ما قلت لك انه هم عينوا آه خبير ونحن عيننا خبير من خبراء العالميين في هذا الموضوع و عند آه ما تقدمت آه القضيه بالفترات الزمنيه المختلفه آه شعر الخصم انه تقارير خبراء المضاهاه ما راح يطلع في مصالحه، في مصلحته. طيب ما هو معين سيده فاضله محترمه في هذا الموضوع. والسيده هذه طلعت تقريرها واعطته للمحكم والخبير الثاني طلع تقرير واعطاه للمحكم ويقول انه التوقيع مش صحيح. حتى يضمن استمرار التحكيم مده اطول ويحاول يفشل كل الاثباتات التي تثبت ادعائه غير الصحيح شو سوا قال انه بده يقدم بيانات اضافيه قبل ما تختتم البيانات وتقديمها الى المحكم منها انه طبعا سمح له هذا انه تفضل قدم شيء جديد لانه من واجب المحكم انه يفسح المجال قدر الامكان امام المتخاصمين فقدم له وثيقه تظهر انه الخبيرة المضاهة المعينة من قبله هو أنه تم رشوتها من الأردن كيف؟ أبرز حواله من أحد مكاتب الصرافة اللي موجودة هنا في عمان بانه هي في مبلغ معين رايح لاسم الدكتوره فلانه الخبيره وقدم ايضا وثيقه اخرى يدعي فيها انه برضه حواله ثانيه رايحه من بنك اخر الها نفسها وقدمها للمحكم انه هاي الاردنيين رشوا هذه المحكم حتى انه تشهد إنه التوقيع مزور وتوقيع غير صحيح. هذا الكلام اللي صار أيضاً نشروه على كأنه رسالة طالعة من موظفي الصندوق إلى الجهات الرقابية المختلفة والمسؤولة في المملكة. نحن لما شفنا هذا الوضع طبعا خبرنا الأجهزة المختصة في هذا الموضوع مين بدك شفها أنا بدك شفها ليتبين أنه إكس من الناس فعلا رايح ودافع حوالة والحوالة هذه اللي دافعها باسم هذه الدكتورة و الحوالة لا لا راحت ولا اجت يعني الحوالة هم قدموها شكلا حتى يبينوا انه ياخذوا الشهادة انه هم محولين وكذلك بالنسبه لحواله البنك الاهلي اللي اصلا ما فيش حواله من هناك ماخذين نموذج معين هيك ومعبينه على الفاضي. طيب حصلتوا على صور الحوالات؟ عرفتوا مين اللي قدم الحواله؟ عرفنا مين قدم الحواله ومين بعض الاردنيين الذي تم استغلالهم حتى يستعملوا اسمهم في تحويل الحواله بس كلياتهم الامانه بطمن الجمهور الكريم وبحب اطمنك كلهم من الناس المستاجرين البسطاء اللي يعني غرروا فيهم وسحبوهم الى هذا الان يعني ما كانوا عن سابق درايه وعلم بانهم المحرك الرئيسي تبعهم طبعا على درايه ومظبط الامور بشكل لكن في ناس تعرف يعني مرات شاهد بيقدم شهادته بغير وجه حق أحيانا وأحد بيقوم بعمل يعني بغير وجه حق بي... آه المهم يا سيدي هنا نحن آه أبرزنا الحقائق الفعلية في هذه العملية وإنه كيف تمت ومين أصحاب العلاقة فيها في هذا الأمر وسلمناها إلى مستشارنا القانوني في آه سويسرا ورد عليهم رد قاسي جدا في هذا الموضوع مثبت بال طبيعة الحال هو المحكم له أن يقبل هذه الوثائق وله أن يرفضها لكن حقيقة هو اطلع عليها شافها لكن ما قبلها وبنفس الوقت ما طعن المحكم في شهادة خبيرة المضاهاة نهائيا لأنه هي على مستوى عالي من الخبرة والعلم في هذا الأمر وبنعتقد تماما يعني هذا اعتقاد عنا نحن أنه المحكم شاف أنه الأمور عما نماطل فيها الخصم وعما كل ما قرب موعد الحكم بيطلع له بفيلم جديد الأنك من هيك الأنكة من هيك انه بيجينا انذار عدلي للصندوق وللمؤسسه من انه في صندوق ناشر مثل هذه الاخبار بغير وجه حق وهذا يسيء الى الخصم، يعني مثل ما بقولوها ضربني وبكى وسبقني واشتكى. الان حاول الخصم ان يقدم بيانات جديده ويماطل اكثر فاكثر في هذا الموضوع لكن نحن اصرينا على وضع برنامج زمني نهائي لانهاء هذا التقاضي وبنفس الوقت نفس المحكم حس انه الوقت طال واخذ وقت طويل وبالتالي لازم يبث في الموضوع وانه اكتفى بكل ما قدم اليه ويعتقد بانه افسح المجال تماما امام المتخاصمين. في هذه اللحظه جاء الخصم وطلب من المحكم ان يتنحى بحجه انه لم يفسح له المجال في تقديم المزيد من البينات وأنه غير حيادي وأنه 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 كاتب يعني قائمة طويلة بنتقد فيها المحكم المحكم درس هذا الطلب وبعد وقت الواقع ليس بقصير رد على ادعاء الخصم بندا بندا وفنده تفنيدا علميا وعمليا بشكل مطلق ورفض التنحي لأنه موضوع تنحي محكم دولي بهذا الشكل شغلة مش بسيطة تتعلق بمستقبله الآن حسب أحكام محكمة لندن أيضا بحق للمتخاصمين أن يطعنوا ويطلبوا التنحي المحكم عن طريق المحكمة محكمة لندن طيب قدم الطلب لمحكمة لندن من قبلهم محكمة لندن وافقت على النظر في طلب التنحي وانه ليش القاضي ما بدوش يتنحى ودرسوا الموضوع وكان في ثلاث قضاه من كبار القضاه الموجودين في سويسرا في في بريطانيا وقرروا ان موضوع طلب التنحي موضوع غير مقبول وغير مبرر بل اكثر من ذلك كشفوا عيوب دفاع محامي الخصم وانه يراوغ وانه بلف بدور بشكل او باخر وكان قرارهم قرار مبررا برفض قبول الطلب من من المحكم ان يتناحى الان بعد هذا الكلام قعدت كمان شهرين ثم صدر قرار الحكم ماذا يقول مش مش كان في مش طلب للشهاده اكثر من شخص في هذه القضية؟ اه بدك اتوسع فيها اه بقول لك طلب اكثر من شخص اه وطلب حتى نفس المدعي ان يتفضل ويدلي بدلوه فجاء عندك صوره عن انتوا ش... عن... 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 الملف كله عندكم مش هيك هلا صار اخي انا عندي 15 ملف بهذا الحجم في هذه القضيه بدك اجيب لك اياهم هون 15 ملف زي هيك يعني بتفكر يا اخي محمد انه يعني بهذول الملفين هم القضيه؟ 15 ملف زي هذا موجودين وراح يتأرشفوا ويصبحوا جزء من تاريخ صندوق الاستثمار. الـ الـ هذا احد الشهود وشاهد رئيسي في هذا وهو مدعي يا سيدي كان يسأل من قبل المحكم اسئله

مش عارف مش متذكر نعم هاي اجاباته كانت فقط نعم نعم هذا صحيح هاي اجاباته هلا تاريخ 20 8 اوصل للقرار ما ليش وقت اوصل للقرار تفضل بتاريخ 20 8 اصدر المحكم قراره النهائي في القضيه فاينل اورد والمتضمن ما يلي رد جميع ادعاءات الخصم التي تعزز الاتفاقيه المزعومه لبيع اسهم بنك الاسكان ردها كل الادعاءات اعتبار الاتفاقيه المبرزه لاثبات عمليه بيع الاسهم مزوره 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 ولا تحمل توقيع الرئيس السابق الاشاره الى ان الصندوق مهمة هذه يا محمد اسمعني الإشارة إلى أن الصندوق كان ضحية كان ضحية وبتقول لي أنا ليش زعلان على ما كتب من اتهام إلنا هنا نحن كمان ضحية كأشخاص ضحية كانت تغتال شخصيتنا ونتهم الإشارة إلى أن الصندوق كان ضحية لعملية تزوير وأن الخصم شرع في هذه الدعوة واستمر فيها بسوء نية قرار محكمة بهذا قرار محكمة وهي ترجمة حرفية ترجمة المحامين تحميل الخصم كافة مصاريف وأتعاب التحكيم قديش كانت مصاريف وأتعاب التحكيم؟ حوالي مليونين ومئتين ألف تقريبا أخذنا منهم ثلاثمائة ألف؟ ثلاثمائة ألف جنيه استرليني ورح نطالب عندما يحين رفع دعوة نحن الآن بندرس رفع دعوة جزائية نحن لن نكتفي برد الدعوة لسبب نحن بدنا نعطي درس لمن يحاول انتهاك حرمة الصندوق والاعتداء على أموال الأردنيين أن يده ستحرق في النار ما راح بس الرد الاعتداء علينا بالعكس بدنا نعطي إشارة أنه هذا مال محرم لا يجوز الاقتراب منه بالطرق غير المشروعة راح عن بالي أحكي لك انه هذا المحامي الخصم كان يعمل بالتعاون مع مكتب مشهور جدا في سويسرا مكتب محاماه هذا مكتب المحاماه في سويسرا عندما شعر بانه طريقه الدفاع عن هذه القضيه غير محقه فلذلك المحامي اللي كان يتولى هذه القضيه بدون ذكر اسماء خرج من ذلك المكتب وعمل شركة لحاله واستمر في التقاضي واستمر في الـ 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 الادعاء ألا ترى معي أخي محمد أنه نحن فعلا كنا متعرضين إلى قضية ما من نستطيع كان كل الحكي اللي حكيت لك يا الليلة وفشيت غلي بقدر أحكيه أول أنا إذا بدي مصلحة شخصية كان بعلن عنها من أول يوم هذه أنه الوضع هيك هيك هيك, هيك. هيك. بس انا لما استلمت هذا الوضع واجب وجهه اول ما استلمت الصندوق كان علي مسؤوليه وطنيه مش بس مسؤوليه تجاه الصندوق وبالتالي تحملت الالم وتحملت الغيظ انا وزملائي الذين كانوا طيب معي في هذه البوتقه من ان نصرح باي شغلات قد تضر في القضيه اسالك اسئله سريعه تفضل لانه معي دقيقتين تفضل ولك ان تجيب بنعم اولى اوف هذا فحص سريعا و... ما, ما, ما مش خلصت محكمه كل اللي بتحكيه محكمه خلينا نحكمكم شوي حتى. متنفذين اردنيين تدخلوا في هذه القضيه مين هم قول لي اياهم ما بسأل هم بسالك, بسألك في انا ما أن انا, أنا بعرفش متنفذين اردنيين قول لي مين هم شخصيات اردنيه هل هناك من تدخل من اردنيين لهذه القضيه؟ ضغط عليكم في هذه القضيه؟ لا وسطات وسطات ل... 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 لانهاء هذا الموضوع من طرف الخصم وليس من طرف اي اي ناس اردنيين واسطات اردنيه؟ وسط واسطه لانه الاردنيين كانوا يجهلون انه هذا الكلام تبعهم كلام مزور وكلام احتيال فكان يمكن بعضهم من خوفه على اموال الصندوق ياتي ليقول لنا هيك هيك فانا اخذتها بحسن نيه بدهم بدهم يطعنوا في القضيه؟ الطعن مسموح لهم وقدموا طعن نعم قدموا طعن لكن متوقع يكسبوه؟ لا بقولها لا يعني قلب قوي لسبب بسيط جدا لكن التقاضي ما فيهوش حكم قطعي الا عندما يصل الى الدرجه القطعيه نهائيا لكن شو اللي بيخليني اقول لا بتواضع لو كنت محاميا لما قلتها لانه المحامين دائما بقول لك 50 50 انا عندي قرار المحكم بعدم قبول التنحي مبررا انه ليش بدوش يتنحى فكان واضح تماما انه ليش بده يتنحى؟ وبنفس الوقت لما ما رضيوا بانه يتنحى هو شخصيا وراحوا اشتكوا للمحكمه، المحكمه من ثلاث قضاه رفضت ان يتنحى، معنى ذلك ان تلك المحكمه كانت قانعه بحياديه المحكم وبانه سمح للفرقاء المتخاصمين ان يدلوا بكل ما لديهم. كل من عاون المدعي وخصمنا في هذه القضيه داخل الاردن وين هو اليوم؟ امام القضاء. كلهم؟ لا في واحد منهم من جنسية عربية ما زال خارج المملكة فقط واحد البقية. واحد وبيجوز لمن يعني يسلم أو يجلب بجوز يفتح أبواب أخرى ما بعرف لكن بحب أكد أن الأردنيين على مستوى المسؤولين ما تدخلوا في هذا الموضوع ولا إلهم علاقة فيه لا من قريب ولا من بعيد في حدا مسجون على خلفية هذه القضية؟ آه هذا شغل القضاء مش شغلي طيب أنا بدي أشكرك كل الشكر يعني رئيس صندوق استثمار الضمان الإجتماعي سمان حافظ كشفت كل وقائع قضية أسهم الضمان الإجتماعي في بنك الإسكان وما حكينا يعني اليوم نفس صندوق الاستثمار ولا في الملكيه الاردنيه فما لسه في على الطريق يعني اه ملحوقه هي انت كل شيء بتسجله هون بعدين كل شيء في الجوله القادمه كل شيء ملحوق اشكرك جزيل الشكر على كل ما قدمت لي مكتب عندكم مدام هيك اهلا وسهلا اشكرك <applause> كل الشكر على كل ما قدمت لي شكرا جزيلا العفو يا سيدي اهلا وسهلا الى هنا اذا نكون قد وصلنا نهاية حلقه هذه الليله التي خصصت للحديث عن اسهم الضمان الاجتماعي في بنك الاسكان والقضيه التي كانت مثار جدل في الشارع الاردني نلتقيكم غدا رؤية كما عهدتموها كانت ولا تزال واستبقى دائما معكم منكم وإليكم تصبحون على خير